بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في جولة سريعة للمعرض الدولي للكتاب، كتب، معرفة، نشاطات متنوعة. هلا في طلبات، هلا في طلبة، 50 طلبة، 50 50 في بيزاد. أهلا، ها لكن في الأهجر ونزل سلطة. لا هو راه نفس رجع زيادة في التال هذا كل الخيمة اللي كنا عندنا في التالي. ها هم راه فلوس كيف تمام تم في ديرك تمشي ديرك تلقى تعرف تلقى الدخلة تاع الجناح. ها يديروا التوقيت بالاحمر كريستا من الجناح اللي هذاك خلاص سوف اخرج منه فوت الخيمات هذوك وكمل وافوت عليهم حتى تلقى جميل ما شاء الله تلقى المركز الجناح هذا. هنا هنا
يدخل الماي يمسك ويطلع منه. هذا الماي الحلو بقى فيه داخل الماء. هذا تسمى ما تسمى بالانجليزي شنو؟ ابار. هذا هذا يسمونه عيون تحت البحر. عيون زي هذا تنبع المياه منابع الماي الحلو. احنا عندنا بعض الجزر فيها النخيل، النخيل نوع الفلتر فيه. شفت النخيل اللي على البحر؟ هذه هي الفلتر السياره، فلتر المل. ايها الجمهور الكريم، انا ابو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم. باعتباري عالما متعدد الثقافات امتدت مساهماتي الى العديد من التخصصات، من الرياضيات وعلم الفلك الى الفلسفه. يا بلد الرشيد. نعم وفي بغداد تطورت في مهنة الطب كثيرا، حتى صرت يعني من أعظم الأطباء في عصر. هذا فوتو ولا فيديو؟ هذا شحال وحده لهذي؟